هنا مهندسة ممكن بقى هنا بس تدخل النيتورك مثلا من كاد او من جاي او اي حاجه مع اخدان فيزم نخلينا كده كده بيتم. لا ممكن نفتح هنا الواي فاي شغال خليه يشغل عشان احتاج هو متسجل هو لطيف في كتير قوي عشان كتير كمان كده بقى كتير قوي كمان عايز كتير كمان حاجات احسن كمان عايز اقول لك على دي عشان تطلعي ايميج هنا مطلوب ان هو لو عايزين نحط في حته يعني يعمل معينه نعم هو مش مفيش حاجة اسمها كده انت اللي هتقفل السيرفيس بتاعك وانت اللي ده الكاد يعني؟ كنت ما تمشيش بالقفل انت هترسم سيرفيس هو بيعملها من بنلعب في الريديوس بتاعها لا بنلعب في الريديوس بتاعها انت وانت بترسم اسمع في النكتور يعني انت لو هنرسم كده وكده بنوصل الريحة دي ده في النكتور طب هقول لك على حاجه بس دلوقتي مثلا انا تعالى انا مجلس مصر انا في حته مثلا بفكر لسه فيها في الماستر بتاعي ماشي ان انا هعمل احنا هنعمل ماستر دلوقتي احنا قاعدين لا بس الحاجات مثلا انترسكشن مثلا بتاع رابعه بتاع رابعه هنرسم فوقه ونعرفه ان هو سيجنالايز وعايزين ندخله مثلا الفيز بتاع الاشاره مثلا بتتكلم كده والحاجه متقدمه قوي لازم اصلا يعني انت الموضوع بيمشي لازم تفهم وبعدين تعمل انا شفت انا شفت البيبرز ان هم بيدخلوا صوره كاد يعني حاجه زي كده ماشي ما انا يعني تفهم بقول لك تاخد رسمه انفورس من كاد او من جاي حلو بس انا عملت حاجه عشان تبقى انا مسميها بس انا لسه مش نسيت كلها طيب حلو يعني انا اجيب لك حته حلوه عشان نبدا نفكر دلوقتي ماشي انت هتعمل نفسك انا عايز انا عايز انت تدرس النتورك هو الكلام ده في تدرس النتورك بعدين تدخل النتورك بقى دي كلام في النتورك ومركز والكيرف بتاع الكونكتور بتاعك تظبط فيه تظبط في حاجه وبعدين تروح تدخل الجول ممكن تدخل الجول وبعدين بتعمل كالبريشن وفاليديشن وبعدين بقى تشوف بس الكالبريشن والفاليديشن ده اللي هو اللي هو الاوتبوت اللي طالع بالفيزن ونقارنه بحاجه عن بداتا عندنا صح؟ الفاليديشن والفاليديشن ده نوعين في يعني فيزواليزيشن تتاكد من حاجه ماشيه بالظبط المنفعه اللي انت عايز اعرف تمشي كده ولا تمشي كده تمام عايز تمشي كده تمشي كده مثلا انت هتقول ان هنا كان داخل 1000 عربيه وانت عايز يمشي من هنا 300 والباقي يمشي هنا هتعمل كالبريشن فعلا بيعدي هنا 300 وبيعدي هنا ليه؟ تمام السرعات مثلا لو انت عندك سرعات بتقيس من السرعات تعالى تحس بيه زي ما انت بتاخد الحقيقه قيس السرعه على مسافه المسافه دي السرعه كانت كذا انت هتحدد له مسافه وهتقيس السرعه في المسافه دي هو بيحدد اللي هي اسمها ايه اللي هي الترافل تايم انت ممكن تحدد انت عايز ايه الترافل تايم والدنيا على الحته ديت هيقيسها لك لا انا قصدي كان في فرق من السرعه دي ايوه اللي فوق الفيديو ماشي هو بيقيس لك مين انت ممكن تقول له حته يعني انت لو حطيت يعني سواء انت فاكر ده ده دول اسوء حاجتين ودول لو اتعملوا خلاص الدنيا تبقى سهله بس بياخد وقت محتاجين ده كتير يعني انت لو عندك الداتا اللي داخله هنا وعندك هنا كام من كام هيبقى الانبوت بتاعك الفوليومز دي والروت وتدخل نسب وبعدين بتعمل كالبريشن للفاليديشن اللي انا حاطينها بنختارها النسب اللي قدام فيها كانها سهله. طب احنا بنتحرك اه زي كده. خلينا في انترسكشن سهل خالص اي انترسكشن زي ده خالص. ايه المنديه الاول؟ ايوه كده يا سيدي. هذه انترسكشن كانه سمبل انترسكشن. انا نرسم مثلا عايز ارسم مثلا طب ما كنا نرسم على الخريطه. ما نفتحها تاني نفتحها. نعرف في الأول طيب حاجة أو نلعب كنترول وبعدين عشان اللينك ده اللي هو بيعبر عن اتجاهي هو يفتح ايه؟ ولا حرف؟ اتجاهي انت اللينك انت تختار حرف فبيفتح كده ولا يعني برضه رايح جاي لا رايح جاي بعد ما ترسمه تقول له كريت بعد ما فانت الاول بتكتب عايز تسميه تكتب له رقم لينك بيهيفير دي يعني انت لينك بيهيفير دي ليها حاجات بقى لها علاقه برضه عدد يعني عدد الحركات
بس هو كده لغاية دلوقتي فاهم ان دول كلهم في نفس الاتجاه. فده اتجاه واحد اتجاه رايح كده. ايوه. ثلاث حروف. العكس بقى تعمل ايه؟ ريت اوبت الثالث. برضو ثلاث حروف. ماشي. عايزين بقى نريت ان هو هيجي مثلا في واحد تاني كده. اه شرح متقاطع معايا مثلا. ومعلش الماوس بس رايت كليك ده مش حلو شوية. نخلي ده. ماشي. طب ما تمديه لتحت شويه عشان نعمل ايه؟ ما هو هنعمل كونكشن. يعني انا عايزه مثلا دول ماشيين دول كده وهيكتبوا. اه مش انترسكشن يعني. طب نعمل حاجه من كونكشن. ده ثلاث حروف رايحين لحد هي الكيرف ده. لا بس ثانيه دي نخلي ده رايح جاي برضه عشان هتروح فين دي. يعني خلينا خدوه طريقه بس نشوف البرنامج لما ندخل له ارقام. لا بس ان كان انت عايزه هنا قاعد انت قصدك كده كانه طريق بيضيق مثلا. عايزين مثلا ممكن نكتب اتجاه مكتب. عايزين ناخد من دي نحط من دي. حلو. طب نعمل ايه بقى؟ بس يا جماعه كده هو بيبقى فين الاثنين دول كل واحد كل ده كنترول وين مكتب كتب ان ده مختار لينك برضه. طب كتب ان ده كل وبرده كونكتور بحصله هيفير سايز. ماشي. يقولك الكونكتور ده ما هو ثلاث حرات هو مشكله الكونكتور ده لازم يوصل ايه؟ 2 ب2 3 ب3 4 ب4 يعني هو هيوصل 4 ب3. تمام. لو هنوصل 4 ب3 دي ليها يعني كده عكاية تتعمل. هما حتى موجودها في النظام بتاعي عموما هو بيوصل مثلا 2 ب2 او 1 ب1. فهنا حسنا ان ده كان ثلاث حرات وده حرتين. هو يقولك انت عايز اي حرتين من هنا يروحوا مع هنا. الحرارة اللي هتتقفل يعني. او ممكن اقوله واحدة وواحدة. يعني اتحر يعني عايز تمشي اثنين واثنين او واحدة من هنا واحدة من هنا واحدة من هنا. هو قصدك اللي هي الحرارة يعني ممكن انا اقول ايه اختار هنا بين دي. ماشي مع دي بس. هو عايز. هيو سنيك ونكتر بس. اه طيب لا ماشي. ماشي مش هنوكي بس عليه ان نغير. لا انا عايزين اثنين واثنين. ماشي. رقم عايزين. وواحدة دي اللي هتتفيدي. هنشوف لا احنا هنعملها في الواحدة. وبعدين بدخله كمان وهو مفيش كيرف خط. كيرف بيتكسر فهو ايه؟ بنختار الاوفلاين ده بنختاره مقطع يعني ممكن نختار عليه خمس نقط. يعني ممكن بتكسر بقى يعني لو الرسمة تحت كده الجرم يقعد يشكل فيه بس يمشي معايا ناخد النقط دي ونقعد نتحرك كده وكده. وبعد ما تمشي مع الشكل بالظبط. اه انت قصدك تبقى فاتحه الخريطه وراكي عشان. اه طبعا لازم تكتب هي عيبه بقى ان انت تكتب النتورك موجود وما فيهاش اي حاجه غلط. ممكن مثلا نرسم واحد كده في حاره واحده. اهو اوصل هي الحاره اللي فاضله دي اوصلها دي. ايوه كده بقت واحده بواحده. يعني بس فانا مثلا اه ده هيفضل منور كده. هو ده دول يعني انا هنخرج هنا يمشي شويه شويه. احنا كده احنا دخلنا النتورك ممكن يعني نعمل ايه مش طب ثانيه لا طب ثانيه اسكيب خالص ده هي اربعه لا انا قصدي كنا خلاص نخلي ده حاجه واحده معلش في كنترول زد عايز اعمل حاجه غير الكنترول زد كده ممكن خلاص ده عايزين نخليه طريق واحد لا ما هو يعني تختلف في النتورك حتى لو كان ده ثلاث حارات وده ثلاث حارات يبقى كونكتور واصل بينهم ثلاث حارات هو اي اثنين خلاص توصل بينهم ايه تمام فانت دي النتورك يعني كان بقى بس دي النتورك هو ده ماشي دول كده والاتجاهين وكل حاجه عايزين بقى نمشي يعني نحط الجذور فهنا طب ممكن نعمل انترسكشن يا ابني استنى وبلعب انت مع نفسك عايزين ايه
فين بقى معمل التحويل اللي انت هتحوله بقى؟ لا هنا احنا مقسمينهم فانا عايز اعرف له انت مش انا انت بتشوف العربيه انت عايز تزودها دي عشان تبقى حاجه دمهم كتير انت لازم بقى عندك الابعاد بتاعتها الاكسلريشن بتاعها زي مين كده بتعرف له انت وانت بتعرف له هنا نوع جديد بس هي مش شغاله هنا عشان دي يعني تتعلم عليها زي ما الفيرجن بتكمل انت بتدخل لو انت في نوع عربيات مختلف عايز تدخله انت بتدخل ماشي اللي انت بقى بتقول عليه او انت بتقول عليه انت عايز تدخل انا دلوقتي عايز افهم هو بيتعامل مع الباص كانه كان كار لا هو مش بيحول هو سلوك الانسان اه لا بس احنا دايما الاناليسيس بتاعتنا بعد كده بتبقى في البي سي يو كله خلاص بس من الاول هنا دخل يبقى انا على جنب قبل ما ادخل في الفيزم احول كل البيت ده كده كده بقى ده كان تحول كل البي سي يو وتتعامل كل شغلك بي سي يو بسرعات عربيه ايوه يا الا تدخل بقى هنا كل واحد وعربيه لوحده وكل واحد الافرج سبيد بتاعته كده السرعات بتاعته وهيطلع لك اوت بوت كل حاجه طيب انما الحل الثاني ان انا اشتغل ثانية هحسب بقى الافرج سبيد بتاعت البي سي يو ازاي هحسب كل الترافيك افرج سبيد للمستقبل يعني احنا عملنا بلاصه عادي احنا بنقيس حاجه احنا بنقيس كلها على بعض وكلها سرعه على الطريق خلاص بنخليها على بعض وبعد كده الكلاسيفيكيشن اللي عندي بحوله في سي يو وادخله هنا في سي يو برايح احنا رايحين هنا مثلا احنا مدخلين اول انت انت كنت بتقول ممكن تتقسمها في سنتين انت هتدخل الانبوت البي سي هنا انت تدخل هنا على الحته دي انت مثلا تخليه عربيه وهذه الباص تخليها ونخلي سرعه الباص 30 ممكن ادخل السرعه غير السرعات الموجوده؟ اه انت بتختار السرعات اللي عندك في الحقيقه ماشي فنقول مثلا عربيات كانت نسبتها بوم 6 وتكون 4 مليون يعني انا هدخل ترافيك فوليوم ماشي 5000 عربيه فبقول له ان هو يبقى نوعه ممكن تسميه نوعه هيبقى عبارة في عربيات سوق الاوتوبيسات سرعة العربيات 50 وسرعة الاوتوبيسات 30 ونسبة العربيات من فوليوم 26 كده بنتكلم انت عملت الكومبوزيشن لا لا انت هتدخل كل حاجة هنا بقى انت كده هتدخل له توتال وهو هيقسمهم عربيات الاوتوبيسات من غير ما تحاول هي هي هي
هي دي مالش دي اللي هي ايه الافرج الافرج سبيد اللي بتتغير ازاي؟ عايز تدخل انت سرعات مناعيه ايه الحاجات الكتير قوي انت ممكن ترسم انت سرعات واحده دخل حاجه مش موجوده يعني حاجه ماشيه 37 هو اصلا ماشي 30 هو ايه المقصود ب 50 الى 50 يعني ايه المقصود؟ هو بيمكن ترسم انا بقولك استنى ايه انت بس هندخل وكده اقول لك بقى انت عايز تدخل سرعات ما ولا حاجه انت هتمسح بقى دي دي خالص تبقى دي واحده اللي هي 100% هو ده لو انت عندك كده انا اقول انت في حاجات بيقولوا حاجه بس لا بيقولوا ودي اصلا انا هو ازاي سايب لك حريه الاختيار ان انت تقولي دي 100% ودي 100% ده بتاعك انت انت بتقول ان 50% من احجام عربيات و 10% اوتوبيسات و 5% في 100% دي استنى الرقم بقى الفوليوم الاساسي بتاعه احنا هندخل ده البيت الانبوت اللي انا هدخل الانبوت الساعه فاني كومبوزيشن فهمت مش محدد فاني كومبوزيشن الكومبوزيشن تخش تحدده لوحده اللي هو من الساتج يجيب بيت الكومبوزيشن وبعدين تدخل بقى التوزيع بتاعك هو ايه ده الانبوت كفوليوم كتوتال فوليوم تمام ده الفوليوم توتال ده العربيات جميع العربيات ماشيه عندك في الطريق يعني 5000 عربيه دول متقسمين ايه ممكن نقول متقسمين 6% عربيات مثلا 2.3 اوتوبيسات وعندي كمان تراك هذه دي 2.1 ماشي دي تقسيم ايه بقى الخيانة دي الثانية قبل ما تروح ايه ده؟ حاجة ده تقسيم اسم مثلا ده تقسيم ماشي انت هنا عندك مثلا انت عندك كم انبوت هنا تحط ده دي انبوت وده كمان ما ده دول هنا ده هيك كده ده انت عندك اثنين انبوت مثلا ده دي كومبوزيشن واحد وده دي كومبوزيشن واحد فده الكومبوزيشن بتاع الاولاني مثلا وهدخل كومبوزيشن من الانبوت الثاني هخلي الثاني عربيات وخلي عربيات غير ايه بقى هو الانبوت الاولاني هيبقى مع الكومبوزيشن الاولاني هو ده تمام هدخل انبوت من هنا وهندخل برضه هو البرنامج ده بيقفل ولا حاجه زي دي هو مش هيقفل الثاني بقى احنا مدخلين الكومبوزيشن بتاعه خلاص فهنا هقول له ان هو جبت الكومبوزيشن 2 حلو والفوليوم مثلا فهو هنا مثلا 5000 دي هي اللي هو هيقسمها هيقسمها اللي هي 60% 30% 10% دي هيقوم مقسمها 60 ولا 40 بس احنا دخلنا البوليس احنا دخلنا اللينكين بس ده ندخل ده اسمه ده ندخل ده هو اللي بيستنتج ده تمام احنا دخلنا كل حاجه على بودي كله ما هي ما دي بقى واحنا ضفنا يعني انت بتدخل من واحد ده كنت مثلا واحنا ضفنا احنا اتكلمنا يعني مثلا عندك يعني كده كده في تقاطع يعني في الابروتش بندخل الابروتش ما دي في تقاطع ثاني وهكذا هنا بقى في حاجه تدخل من هنا فمن دول في هيكمل كده وفيها ممكن يدخل من هنا وهنا فلازم كل ده يتعمل ده هيخش من هنا صح؟ وهيخش دي اللي انت بتفكر تعمل ده هيخش من هنا ومن هنا ومن هنا يعني ايه بقى؟ انت لازم عندك ده كام واحد مكمل؟ كان لسه بقى تدخل ده في الوسط وتدخل ده في الوسط دي بقى تدخل من انت واقف هنا وعديت التوتال هنا وهتشوف كام واحد ناخد منه كام واحد دخل منه كام واحد دخل منه زي ما بنقول الفترة من دول يعني جت تبقى اودي ما تشوفش ورا دول بقى تشوف من دول كان واحد هيكمل كده وكان واحد دخل منه وهكذا يكون ده حل حل ده لا اسهل حل الحل الثاني ان انت يعني انت تاخد توتال من هنا دول وبعدين تعد تاني هنا ودي هتلاقي عربيات دخلت على بعض يعني انت تبقى ماشي عربيات خارجه من هنا فجاه تلاقي عربيات تخرج من هنا لوحدها تتسلق كده في الفيزن في الفيزن طب ثاني يعني هو هنا انا متخيلت ان احنا لو دخلنا له بس ده مش مهم طيب هو هنا احنا ضفنا ده ازاي معلش احنا كتبت ضفت في كان في
عملت ايه؟ تخيلي واحد متخلف، معلش ضغط ضغط دي هي دي بالظبط. لا هضيفها ازاي دلوقتي؟ ادي هنا؟ اه هو مش هيجيب، هي هتحطها لك من اول هنا. ايوه ما انا عارف واي كده. دوست كنترول وكليكنج، اي حاجه بنعملها هنا انت كنترول وكليكنج لغايه ما اغيرها لك. ممكن نستخدمها في كنترول تمام ونشتغل على كليكنج. ما شاء الله هو ما بيقولش لا، ده دخل اللينك نفسه مرتين. اه عادي هو بيتصور ايه، هو في حاجه كتير كده. فاحنا دلوقتي دخلنا الفوليوم ودخلنا سرعات برضه بتاعت الفوليوم صح؟ دخلنا سرعات في الكمبيوتر ودخلنا الانبوت والكمبيوتر نرسم الروت. انا شايفه ان اللي ماشي هنا دول هيمشي من هنا. ايوه هيمشي من هنا، هيتحركوا ازاي؟ هو هيخرج كده او هيخرج كده صح. فلازم يبقى في كنترول او شيفت ولا مش عارف ايه. يعني انا اختار البيت الروت واي حاجه انبوت بالبيت كنترول شيفت يمشي. انا واقف هنا وانا عايز يمشي كده، يمشي زي كده، يمشي كده ماشي. فهيجيب لي هو اختار عشان نفتح البيت بتاعه كده. البيت بتاعته بتبقى ده الروت الاولاني اهو متقسم حاجتين. طب انا عايزه نسبه تمشي من هنا ونسبه تمشي من هنا. تمام. دي بقى فيها يعني في ناس بتكتب يعني كان هذا كتب يعني دول 5000 فبتكتب نسبه يعني هما 5000 في 3 ماشيين كده و 2 ماشيين كده فبتكتب من هنا. يعني اللي ماشي كده ده تكتب ان ده 3 وتكتب ان ده 2 بدل ما تكتبهم كتبت ده 20000 بس. برضه هنيجي هنا. طب لو انا كنت عايز اقول له انت كنت عملت ايه؟ كتبت هو يعني هو بيفهم اه يعني بس ده هو حاجه واحده يعني تمام كده. حتى انا ممكن وانا بوزع خلي يعني روت لعدات معينه يمكن تعمل الروت بيبدا من اي حته. يعني انا ممكن اه دي كده دلوقتي من هنا العربيات، انا عايزه العربيات الكورس بس هو اللي تمشي بالجزء ده، ما تمشي حتى بالجزء ده. لو ما احتجتش خالص هبقى من كل بيت مع نفسي. تمام. الحاجه الثانيه ال هو انت مختار هنا قول لي. طيب هو هنا مدخل كبيره ولا لا؟ لا هو كل اتجاه مرسوم مع نفسه وخلاص. لو حطيت على بعض يعني هم مختلفين اصلا، ده لوحده وده هو يعني اه هو قصده ايه مثلا؟ عشان هيعمل يترن كده مش بترسم ده لينك لوحده، بترسم حاره لوحدها على جنب وتعمل لها كونكت ويوصل للطريق. يعني كل اليمنت في الطريق بتعرفه على انه لينك لوحده. انت ممكن بتدخل ده كده مثلا وعايز ترسم هيزيد مدخلها حركتين، وعايز ترسم حركه كده هتزيد على جنب وحدها وبعدها توصلها بكل جهاز كتير من عملها كتير. تعمل كده كده جنبها ماشي. وهنا هتيجي تفصل ده من هنا وتعمل كامل السليب على النقطه دي. ترسم بس كونكت حصل ازاي كده؟ انت كده عملت كونكت اه وليه الفوليوم بتاعه هو بس يعني عالي بقى هو بس مش هيفهم اي حاجه فيها فيديو. انت عايز تزود حاجه تقلل حاجه طريقه مثلا دخلوا التيبر لايت بتاعه كل حاجه كل حاجه انت بتعملها من انت يعني ده كده بتطوله بتلعب في الكود بتاعه بقى. ما عشان كده لازم يبقى ورايا زي خريطه او انت عايز السبليت بقف هنا يعني انت لازم حته واحده برضه كنترول وكليك يمين هنا لا هنا كليك يمين يعني كنترول كليك يمين يعمل لك نقط البتاع عشان تحركه تحت. اه زي اللي هي فكره السبلاين. هو ممكن تعمل اصلا تقف عليه وتعمل نقط عشان اكسره. ده جزء ماشي. دخلنا الاثنين دول لو عملنا رن بقى للبرنامج. ايوه الدفتر في فراغ دي احنا مدخلين الدفتر عملت الاثنين.
هو الجهاز على قد الدنيا ان شاء الله. حلو. هنا دي بوتل نيك طبعا. عايزين مثلا بقى نعرف الكيو لينس اللي طالع من هنا. كل حاجه ما هو كده بيمشي في كل حاجه ما انت عايزها زي ما انت مختارها. يعني بص العباد اصلا بتدي اشاره ده احنا يدخل منين. احنا بقى كل ده ممكن تتحكم امتى العربيه تتحكم. يعني انت عايز تبني تعمل لين تشينج في منين. طبعا احنا في مصر كنا مختارين نعمل كالبريشن نخلي لين تشينج نحاول نقلل المسافه. يعني كل ما بتقلل مسافه لين تشينج البوتل ده حقيقي. ده بيبقى حقيقي. انت بتعمل كالبريشن على مصر كل احنا متحكم فيه. حاجتين عايز عايزة تعمل ليه تشينج امتى؟ من الابل ولا ده كده ما عملت حاجة ده الابل ولا كده؟ عملت رن من هنا هيبتدي يمشي تتفرج عليه. هو احنا اصلا في الاول هو رن متسرعة لان انت بتعمل يعني عايز رن هنا ساعة احنا رن في الاول دي 60 ثانية عايز رن ساعة بتقعد جنبه ساعة وماشي بالراحة فبتعرف انك تروح اصلا عاملين كده سكيب انت بتشوفه لما بتشتغل لوحدك. عشان كده لازم اول رن نقعد نتفرج عليه نتاكد ان في عربيات تطلع الثانيه العربيات فعلا لمده قد ايه معلش؟ تتفرجي عليها لمده قد ايه؟ لا 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 مش كده الدنيا ماشيه معايا طب معلش معلش طولي عشان تكون انت بتنسيها اول حاجه بس انا كده في يعني في تيم كده بعدين كنت هتكلم على حوار اللين تشينج ما هو اللين تشينج ده بيحصل امتى؟ هنا الكونكتور يعني هي العمليات بتعرف انها تحول او حاجه في الكونكتور ولو في كونكتور معناه انه هيبتدي يحول. فبنلعب بقى في بين التشينج بين التشينج دي التشينج هي هم بيعملوها من كده في الوكالتين دي كل التحملين. يعني عربية قبل الكونكتور بتبتدي تعمل قبل عربية الكونكتور بتبتدي الناس بتاخد قرار يا بتاخد قرار ان يخش يمين ولا شمال. فانت قبل احنا نقعد نقللها. في مصر. مع ان هو اصلا بقى البرنامج دلوقتي لازم تعرف تزودها واحسن تبقى اطول من سير اللين والحاجات كده يعني. انت بتعرف تغير فيها كمان كده الكالبريشن بيبقى شويه يعني خليها مثلا 100 وعمل رن في الاول اخليها 150 اعمل رن اخليها 300 هي بعد يعملوها 500 الامرجنسي ستوب دي بقى امتى هو فعلا لازم يقف ويغير خالص. يعني انت كده اللي هو خلاص انا لازم ادخل دلوقتي امتى بقى يقف كده ولازم يقف لما الطريق يبقى عامل كده يعني امتى يعمل رن ستوب انت هنا بتقول هو هيبدا قبلها بدون ما يبدا يعمل رن ستوب بس افرادي من الترافيك معاك فاذا ما انت كده بتاعت تدخل مثل فانت لازم اقف فانت لازم اقف وتعمل ماشي هنا بنلعب فيه فاحنا الاول بس هو برضو اكيد هيتخذ القرار بتاع الامرجنسي ستوب ده على حسب الفوليوم اللي انت لا يعني هم ما انت هتسيبه عشوائي انت عايز دلوقتي دي معناها ان قبل دي بالكلمه هيبتدي يعمل ايه هتلاقي الناس بدات تعمل كده حلو إذا كلام إن ممكن واحد في من قبل 200 متر دي ما يعرفش يعمل كده فممكن يقلل عند 5 متر وتلاقيه انما اقل من 5 هتلاقيه واقف خالص واستنى استنى جاب معينه طب الجاب دي بقى قد ايه؟ ما هو انت بتتحكم فيها ما هو لا دي مش بتكتبها معينه انت هو بندخل برنامج بس احنا دلوقتي في يعني في مشكله في الانبوت هندخل منين؟ المشكله نيجي نعمل يعني كالبريشن هنلعب بقى في البارامترز اللي هو اللي يخلي حد يحتاج جاب معينه ان هو يخش بالجاب دي او لا. اللي يعني مثلا عربيات فعلا نسيب مسافه قد ايه ممكن نسيب مسافه. يعني ما هي من الاول يعني الاول الجزء بتاعك مش ما انت هتدخل هو ما بقول لك هو الكالبريشن ده الطريقة بتاعته هي طريقتين زي ما انا قلت لك انت بتلعب في البرنتر بتشوف الاوتبوت اللي بتعرف ايه هو الاوتبوت بيبقى قريب من الحقيقي والعربيات انت شايف انت بتتفرج قريب مثلا من الفيديو عندك او من الطريق الحقيقي وانت تعمل كل ده ما انت فانت عندك حاجتين العربيات فعلا حركتها ما انت ممكن تطلع لك الفوليوم زي الحقيقي ده بالظبط بس ما هو الفوليوم ممكن تاخد فوليوم كبير بس سرعه عاليه وانت سرعه عندك قريبه
كان في زحمة صح؟ وكمان هما ومثل على كده ومثلها بس عدد الدنيا فاضية ومزيش أي جزء النص الطريق فهي بتوع تلعب في البرانترز لكن كمان يحقلك البولي ويحقلك في ويحقلك الزحمة في المكان اللي انت عايزه والكيو اللي انت عايزه فالبرانترز كل لما بتصنع على عربيات ان العربيات تبقى قريبة قوي من بعضها ان انت عارفة في حاجة كانت برامج كتير او كلهم طرح فيها كلهم والاكسلوريشن كلهم طرح فيهم العربيات اللي بتدي انها لو تكسر على بعض فعلا ويجي او من بعض فيها دي بس احنا فالبرامج اللي بتدي ليها رينج بولي يعني في بقى يتقلنا يا تصغر هنا في مطح تصغر يعني كل الحاجات اللي هي ليها علاقة مثلا بين عادات اللي تصغرها عشان ده بيدي انديكيشن عن بيهيفير السواق بيهيفير السواق انت عايز اجريسيف تقلل دي ودي ودي وبتزود دي هي دايما فانت تقعد تلعب فيهم يعني احنا كان في واحد حاجه اثنين بنسميها مره واحد انا قلت لك مره واحد نفسي الديسيليريشن تقريبا صح اللي هو بيعمل بريكنج لا مسافه مسافه لا مسافه الناس ما في عادي تقول لك ويعدي اه جاب اللي من العربيات يعني تقعد تلعب فيها كويس من حقلك زحمه والفوليوم بيزيد الحقيقي فاحنا بقى ده بنعملها بنختار في الديكل تايب يعني الديكل كلاس درايفنج كيس مع درايفنج بيهيفير ده بقى سلوك فعلا المثال فعندنا في كذا حاجه كل افشن حسب بقى نوع العربيات اللي ماشيه احنا شغلنا كله ايرفن وفري واي الباقيين بقى لو ماشي عجل على الطريق وحاجات ثانيه فاحنا لو احنا بنتكلم في الايرفن ده اللي احنا كنا اخترناه في الاول خالص صح واحنا ممكن تزود اصلا بدرايفنج بيهيفير كده في نوعين من الترانزيت في فولوينج وفي كار فولوينج موديل وفي لين سكيل ماشي فالفولوينج ده انا مش متفق الصراحه بس هي برده كان بيقعد يلعب يعني هو الحاجات دي لها معاني يعني كتابه المانيوال معنى كل برامج عشان تعرف تغيره فهنا هما كانوا بيلعبوا في الحاجات دي بس انا بتكلم ايه بقى كل موديل دي هي الرخمه لان هو فيه موديل في موديل 94 وفي موديل 99 ده بيستخدم اكتر في الفري واي ال 74 بيستخدم في الايرفل واي حاجه ثانيه دي ال 99 ده في كام برامتر في 10 برامتر كل في 0 لغايه 19 برامتر صح الواحد ده يعمل كالبريشن ال 10 برامتر تفهم معنى واحد واحد فيهم يعني تقعد تلعب عليهم وتعمل كالبريشن ليه اكسبريشن بقى ما في طريقه ثانيه بقى الاكسبريشن بدل ما تقعد تغير في الموديل يعني تقعد انت تغير رقم بايه ده استنى الاول بس يعني تغير رقم ايه ده كده بيعملوا يعني كود في الماتلاب وبيوصلوه للبرنامج هو قاعد بقى لوحده لغايه ما يجيب احسن يعني يقول لك كل يعني الجروب بتاع البرامترز ده يعني يغير لك في واحد في كل واحده لوحدها لكن يجيك الجروب ده نطلع اوت بوت كذا ده نطلع اوت بوت كذا نطلع او نكمله ايه دي فبايدك تبدا زي انا عملت بقى بايدي بس عملت الثلاثه ما عملتش الاربعه قول يعني لو انت عايز 10 تقعد تجرب في ال10 دول لغايه ما يطلع اللي انت عايزه ماشي يبقى هو الكور فولينج اللي هم اثنين موديلز ده وده انما ده هو ثلاثه بس الافرج ستاند ستاند ديستنس دي المسافه بين العربيات اللي واحده فدي طبعا يعني طبعا كل ما تبقى اقل هنا في مصر تبقى 10 سم فانا كنت مطلعاها فعلا كنت عاملاها 0.5 متر نص متر طبعا هنا بدأت طلع عليه مثلا الادابت السيفتي والمالتي دي حاجات لها علاقه بالسيفتي امتى بقى الواحد يخلي التخزين من اللي قدامه من الباص برضه يجي يحصل باص عايز ايه يعني دي حاجات من الفيلد اوبزرفيشن انت جبتيها لا انا جربتها في الشاي بقول لك ايه اه جربتيها عشان تعمل فيو لينس انت عشان تعمل صغير صغير في البرنجر صار بيفهم معنى البرنجر تفهم معناها فمن معناها هو اصلا بيقول لك كده لو انت عايز درايف بيهيفير اجريسيف بتبتدي انت تقلل ده لا ده بتزوده لو انت الاحسن ان احنا بنعلم فهو في بلاد اصلا موصله دي الخمسه ودي كانت ثلاثه وعاملين الحاجات دي يعني 99 ده بيستخدم في الفري واي وال 74 في الايرفون وفي النورمال يعني زي ما يكون في زي رامبه داخله على ما انت ممكن تعمل فيه واي وفي الحته دي لازم تعملها فانت كل يوم تستخدم البيهيفير بتاعك لما احنا كريتنا اللينك في الاول كنا بنختار انت يعني احنا في الاول انا يعني انت بتعمل اصلا ممكن تعمل ديزاين للبيهيفير مش موجود
انت تعمل واحد وانت تختار له البارامترز بتاعته تختار له كل حاجه بتاعته. معلش احنا لما اخترنا اربن موتورايز يبقى اي حاجه اربن موتورايز هتتبع، فعشان كده لو انا عايز واحد تاني بعمل بكاري واحد جديد درايفنج بيهافير وبتبتدي تغير. يعني ممكن اعمل بس احنا مش واحد من الاول احنا بنبتدي مثلا اه واغير انا جواه اغير عشان اغير فيه الحاجات اللي انا عايزها وتعمل فيه. طب تختار فيه دول تغيرهم عايز تخليه لا 99 مغير 10 برامج ليه تشينج بقى ليه تغيير الحروف فيديو التسجيل نعمل فيديو من جديد يعني.